الجزائريه ندخلوا معاك نشنليه. كنت في صلاة الجمعة يوم الجمعة كنت المحل مسدود، هما استغلوا هذيك الفرصة ديال ما بين الجوج وصلاة الظهر. كنت فاجئ بأنه يلا كملنا من الصلاة تميت هود، تلقاوني الدراري قالوا لي جري 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 التراكس كتقلع عليك هذاك الشيء ديال المحل ديالك. كنجي كنجري كنلقى التراكس كتهز داك الشيء هزات، عاد شوية كتزلق هذيك الحجرة الكبيرة وكتضرب الريدو كتفلعصو. ها هو انفلعص ملي مشيت عند عون السلطة قلت له اخويا شكون سميتو؟ قال لي انا صيفطني القائد. قلت له صيفطك القائد؟ قلت له اعطيني شي حاجه، شي وثيقه شي هذه شي هذه. قال لي ما عندي ما نعطيك. قايل لي صيفطني انا جيت، انا جيت نفذ الامور ديالو. قلت له ما كاينش تنفذ، واش جيت تنفذ على الزنقه كامله ولا عليا غير انا؟ قال لي لا انا جيت على قبلك انت وهذه. قلت له كيفاش جا على قبلي؟ اعطيني شي حاجه، ما يمكنش شي واحد يخرج بلا ما شي واحد. قلت له اعطيني حكم، اعطيني عند القائد قال لك بانه اعطيني من الجماعه اعطيني. ما كاين حتى حاجه من هذا الشيء. بحال فوضى، لا ما محتلمك عموميه ولا بحالي بحال عباد الله، حيت هنا كيدي صوندا، انت كتشوف كندي صوندا انا ما كطيحش حتى كيدخل الماء المحلات، فهمتني؟ حنا ما دايرينش حنايا ذاك سميتو، تطوار بحال تطوار. ما شفتوش عند القايد عند الجماعة؟ القايد مشيت عنده ما لقيتوش، قالوا لي كون جي. سناك. هادي شي 40 عام، مطعم، فيه شي 40 عام راه الوليدات اللي تزادوا راه ما كسمعوش، راهم تيشهدوا. ما قدرش ندخل المحل، ما قدرش ندخل، لا ندخل. لانه ولد المحل عوج كله ما يقدرش فيه. المصير ديال المطار المطار الله اعلم به، راه اللي تهرس تهرس واللي باقي راه باقي. اللي تهرس تهرس واللي باقي باقي. السبب هو سبب اولا قال لك تعطينا الكراء زيد، قلت له عندكم زيد ما عندكش التوصيل. قال لك ما عندكش التوصيل. اي هو هذا الكراء اللي غنعطيكم انا زيد كيفاش غنضمنونا؟ قال لك اسيدي غادي تصيفطوا مع العون كل شهر، تصيفطوا مع العون وكل شهر انا خاصني 500 درهم من العون قضائي كل شهر، وتزيد هي الزياده فين غنولي؟ بزاف. كنطالب انا بالسلطات وبالمسؤولين وكل شيء ان نضروا يشوفوا في هذه الحاله اللي وقعت لي انا. الله يجازيهم بخير.